بعد ما اجى البطل شفنا كلياتنا ونجاو عمل بس رفع فيه 830 كاس. بس لحد الان اكتر عام تسال هل اش عن جد بطل كويس او انه بطل ابو كلب. فبدل الفيديو يا شباب حجرب البطل اش بكوس زائد 800، يعني زائد 800 حلعب مع راندومز والضد اكتريته حيكونوا تيمات. فبدل الفيديو يا شباب حنجربه بمود مود شو داون، مود كرة العراق، يعني اي مود موجود باللعبة حاليا حنجربه فيه. واخر شيء لكم عن افضل مودات لهذا البطل، واذا كان هذا البطل بيستحق انك تشتري او تشتري الباس عشانه او اذا ما كان بيستحق. فاس حط لايك واشترك بالقناة وخلينا ندخل بالفيديو على طول. فكري شباب غيرت مكان الكاميرا، كان هناك صار هون. فرقت معاكم شيء كويس هيك؟ مشكلته الوحيده بالشو ده انه بده يضل ساعه لحتى يكسر صندوق، يعني بدايه الجيم حتعذب كثير عشان تكسر كم صندوق، بس بعدين بس معك قوات شويه انرجي حيصير في اللعب شوي كويس، خاصه انه لما تقوى قوه وحده حيصير اسرع، ولما يصير اسرع حتلحق الاداء، وبس هذا الاداء حتقتلهم. شباب خير؟ ليش كلام شلي؟ ابوي خير؟ كويسة؟ نايس بداية، ليش كلام شلي يا شباب؟ ليش كل مود شلي؟ اوكي خلينا نتعذب على العذاب الابد انه يكسر هذا الصندوق، لانه بضل حرفيا ساعة عشان يكسر الصندوق. لا تيم خلاص مرجل كاف ضربتك مرتين، يعني انا مبين عليهم ما بدي تيم، خلاص مرجل. ايه تيم مع بس ثاني ليتس جو. يا الله ليش كلام عم تيم؟ يا شباب هذا المود انه بلا تيم. لا يا شباب طب والله يعني والله من القيم البطل ترى ما يصير هيك. خذلك شوف الو خير ليش كم عم تيهم؟ فاني كم مود الشو داون فينك تقولوا يزبط وما يزبط. هو كبطل بجمع الجوائر يا شباب بطل نوعا ما كويس، خاصة انه بيقدر يحمي تيمو، مثلا لو شخص عم ياخذ جوائر بيقدر يحمي تيمو وينقذ نوعا ما، وخاصة السرعة تبعته بيقدر يقرب على الشخص او العدو ضد اللي معه الجواهر، فاني حيساعد التيم انه يا انه يدرعمه يا اما يدافعه، يعني بالحالتين حيساعد التيم بمود جمع الجوائر. هلا بيهجم هيك عليه وبتلقمه دمج. الله عليك. لا يا شباب ما يصير تتركوني لحالي، انما اليوم مرة ما يصير تتركوني لحالي. كفو اولادي يلا تعري اولاد تعري ليتس جو. يا اخي دمجه رهيب، دمج البطل رهيب، وخاصه مدات ضد 3 يعني تصيب اكثر مع عدو سوا ودمجه دمج كثير رهيب، والانرجي تبعتك او القوه تبعته بمدات ضد 3 ما حتخلص ابدا، لانه ضل عالم عم يدمجك وضل دمج على ما هو كولد كولد ريلاكس. ايه تعال يا اخي مدى لازم يكون احسن يا شباب، مدى تبعه شوي صغير. يا الله ما يدمج خلاص كولد ترى ما تعرف تلعب. اوكي اسف كولد، ممكن بس التيم يساعدني شوي بليز؟ تيم انقذ حالك. يا الله كولت ناوي اليوم ترفع 1000 كاس يعني؟ خير درعم هي. اوه شوف ليون اولاد ابو كلب، اولاد عاقين. شفتوا كيف ماتوا على الفاضي بدون ما يعملوا اي شيء؟ وربي اولاد عاقين. ايه كفو يلا رومنتادا. اوكي انا متت، تيمي مات صح؟ بس مت انا، تيمي مات. يب بالضبط خسرنا صح؟ يا الله الراندومز. يا شباب شو رايكم نقلب الفيديو من انه نقعد نقيم بطل لانه نعاني من الراندومز؟ انا حرفيا قاعد اخسر بكل جيم. كمود كرة العراق يا شباب كمان نفس الشيء، بيقدر يزبط كتانك ويدرعم بالكرة هيك على طول، يعني فين بيقدر يزبط تانك، بيقدر يزبط انه ياخذ طرفه ويقدر يدرعم بطرفه، يعني تقريبا زيه مثل بريمو كمان بيقدر ياخذ طرفه ويقدر يدرعم بطرفه كمان نفس الشيء. ولا ننسى انه دمج اش احسن من دمج بريمو واسرع من بريمو كمان، فين هذا البطل بكرة العراق ابدا ما دمه منه سيء، بس زي ما قلت السوبر تبعتك لازم تعرف وين ترميها، لا تصير مثل النينجاوي وتخلي ولادك عاقين. شت ارمي تكفى. اوه ليتس جو تعالي يا شباب تعال. كوليت يا اخي ليش كوليت بطرفي؟ مورتس لا تكفى، مورتس تكفى. شوف شو زفتي يا شباب، قلت لكم انا زفتي. روحوا اولادي كفو، هدول اولاد مش عاقين، نايس. ترى تيم وورك يا شباب، تيم وورك. لا تكفى. دمج ابو كلب يكون. اوكي عاد بنقدر يا شباب، بنقدر. اوكي لا كوليت حجي ترمي علي مليون ضربيه، يب انا عارف. كوليت وافي الله عليك ترى معري. اوكي كويس خلصنا من واحد، ضلنا اثنين. اوكي دوج فوت، روح مورتس روح ما عليك، انا عندك انا مدت بس انت تقدر. اوكي انت ما بتقدر. انت مورتس ابو كلب. تعال يا كلب، عم تخاف من زبالي. روحوا اولاد عاقين كالعادي. اوكي لقمنا، لا بليز مورتس بليز. يلا اعمل اشياء. اوكي جي
يا الله من الراندوم زي تاخذ مورتيز، ترى مورتيز ميز وتطول، ميز وتطول. هلا اش مود الهات زون تقريبا بيفرق لشغلتين، اذا كان في عندك دائره وحده ممكن يفيدك، لو عندك دائرتين نص نص، لو عندك 3 دوائر بهذا الماب ما اتوقع ابدا يفيدك، لانه بالدائرتين يعني كمان نص نص ممكن ما يفيدك ابدا، لانه الماب لازم يكون مسكر ولازم يكون بس منطقه واحده، بحيث هذا الدلاش يدرع عليهم ويقدر ياخذ اي منطقه. يعني زي ما قلت اذا كان في دائره ممكن تلعب فيه، اذا كان في دائرتين روح شوف لك مود ثاني، اذا كان في 3 دوائر لا تلعب اش ابدا. الله يلا اولاد، يلا اولاد، لا 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 لا, لا. انت موت 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 يا بموت موت يا فيصل. طب بهاز ساعدني، انا بتيمك والله، انا بتيمك يا باز. شوف شوف الايمز ضده وشوف الايمز معنا، شاطره فيه، تحط ايموجي انه معصبي وهي معرقه وهي ما عم تعمل اي شيء حرفيا، يعني اكثر شخص يمكن يدرع معنا بالتيم. القم هيك كويس، والله لا حاله مدرع يا شباب، والله العظيم مدرع لحالي، لا حد ياخذ ضربات جيسي بليز. كافي هاي ايمز، يعني مش عارف ايمز لازم تاخذ محل بحيث ما يدرعوا عليها الا ايمز صبيتنا بتدرع هيك، حاسه هي التانك مو التانك، تراش والله تراش، انت اللي تراش مش اش. الراندومز مو طبيعيين، الراندومز مو طبيعيين. هلا بمود النجمي يا شباب نوعا ما توقع يفيدك كثير، لانه هذا الشخصيه لازم تروح تجيب كلات، فاش ما انه شخصيه بده يدرعم ويجيب كلات مثلا زي مورتيز، مورتيز بده يدرعم ويجيب كلات، اما هذا البطل ما انه بطل من النوع اللي يقدر يجيب كلات، فما اتوقع حيفيدك ابدا مود النجمي، خليك مثلا مود جمع الجواهر، مود كره العراق، لانه هو بده يدرعم بس ما بيقدر يجيب كلات، اهم شيء اهم شيء انه كان عم يدرعم لحاله، التيم كله ما موجودون، التيم ما له دخل، ما له دخل باي شيء يا شباب. يا والله ماني داري، بليز راندوم بليز لعبوا شوي من القناة، نقعد نفوز شي جيم اقل شيء بالتقييم، والله ما طبيعي. اوكي خلاص يا الله يا لا لا اوكي، تيم بس لو بيساعدني شوي كافي تندحروا دود، والله ماني داري. اي حط حط دسلايك عسى انك شي معرق يعني. ايه يا طب ليك سير سير، ليه ما تدرعم؟ شايف اني درعمت، ليه ما تدرعم؟ ما في امل من هالتيمات، والله ما في اي امل من الراندومز انك تعمل معهم شيء. طب انا ما اريد اجيب تيم واعرق وحالي، خلاص كونوا لاعبين كويس شوي دود. ديك امز ديك امز ديك امز، شوف شوف امز، يوم حال في 1000 كأس، يوم 2000 كأس امز. لماذا نحن هنا؟ اما اذا حكينا عنه مود الحصار، مود الحصار طبعا موجود حاليا باللعبه فما بدي العب فيه، بس يا شباب مود الحصار حيفيدك بشكل كتير كبير. حتسالني ليش؟ لانه هي الشخصيه نفسها بتدرع مع العدو، بتقدر تطلع العدو وبتقدر تاخذ عدد البرغي، بس اخذت عدد البرغي خلاص انجزت عليها، كمان نفس الحركه مره ورا مره بالحالي انت بتكون جبت اكثر من برغي وحتقدر تفوزوا هذا الجيم، فاني مود الحصار بنصحك فيه 100% لانه حيفيدك بشكل كتير كبير. اذا بنحكي عن الخزنه يعني هو شوف هذه الشخصية مثل ما قلت عندها شغلة وحدة، يا اما الدرعم ترمي تجيب الكرة، او ان الدرعم تجيب جواهر، الدرعم عشان تجيب برغي، ان الدرعم تقتل الخزنة، فما اتوقع يكون كتير خيار كويس انك تلعب فيه بالخزنة، لانه ما حد يدمج الخزنة كويس، ممكن يدافع عن طرفه زيه زي فرانك زيه زي بريمو، بس انه يفوت مثلا ويضرب الخزنة ما اتوقع يفيدك كتير، فاني كمود الخزنة ما انصحك فيه كتير، جرب لك مودات تانية اللي ذكرت فيه انه هو كويس، ومود النوك اوت زي ما قلت لكم ما راح يفيدك ابدا، انه مثله مثل مود النجوم. فاوكي شباب هذا كان فيديو اليوم، شاركوا بهذا الفيديو وتقييمي للبطل حيكون 7/10 8/10، حتسالني ليش؟ السبب انه نص المودات بيقدر ينفعك بشكل كبير، بس مشكلته الوحيدة انه الضربة فيها تأخير كتير كبير، يعني لو هذا التأخير حيفيدك بشكل كبير، بس زي ما قلت فيه هذا التأخير. شو رأيكم هذا البطل؟ كم بتقيموا هذا البطل؟ ولا تنسوا لايك وشير بالقناة، واريغاتو فور مشاهدي. اوكي بما انه غيرنا موضوع الكاميرا خلينا مع حركة اليوتيوبرز، اوبا اوكي ما زبطت، مرة ثانية حركة اليوتيوبرز. لماذا نحن هنا؟ سؤال صعب، سؤال صعب، سؤال يراودني برم برم.